أخبار اليوم. معانا النهاردة في بوابة أخبار اليوم. وأنا برحب ببوابة أخبار اليوم وبرحب بكل المشاهدين. جمهورك مفتقدك بقاله فترة، تقولي إيه لجمهورك النهاردة بعد فترة غياب؟ بقول لهم وحشتوني جدا، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، ويا رب يعيدوا علينا أعواما وأعواما كثيرة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. في جديد بالنسبة ليكي الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله أنا بعمل فيلم بطولتي مع الأستاذ خالد مطوع والأستاذ محمد متولي، اسمه عاصمة جهنم. بيتكلم، المورال بتاعه حلو قوي، وده اللي خلاني رجعت للسينما المصرية. بيقول إن الـ مش معنى إن أنت يعني محتاجة أو مزنوقة أو إن أنت تتنازلي عن مبادئك، ده مرفوض تماما. يعني مهما حصل ما تنزليش عن مبادئك. في جديد في رمضان إن شاء الله؟ لا، رمضان ما عنديش حاجة لسه، وهو لأن أنا نازلة مؤخرا، يعني نزلت متأخر، فمعلش إن شاء الله رمضان الجاي بقى عليكم خير إن شاء الله. تحب تقول إيه للرئيس السيسي من خلال البريد الإلكتروني اللي عامله عشان يتواصل مع الناس؟ بقول له سير على بركة الله، وإحنا وراك إن شاء الله بإذن الله، وكل سنة وحضرتك طيب، ورمضان كريم عليك وعلى كل العرب كلهم وعلى كل المسلمين وعلى كل المؤمنين. يعني كلمة أخيرة لجمهورك بقى بمناسبة رمضان؟ بقول لهم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله يا رب كده يعني ناكل قليل شوية في رمضان، نشرب مية كتير كتير عشان حكاية الحموضة والحاجات دي. فكل سنة وانتم طيبين، ويعودوا عليكم بالصحة والسعادة أعواما كثيرا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. كل سنة وانتم طيبين.